وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من عدن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب. مرحبا بك دكتور، تفاصيل ما جرى للبنك وهل تم القبض على من قاموا بهذه العملية المسلحة على البنك؟ في صباح هذا اليوم سقط مجموعة مسلحة مكونة من 8 أفراد وأكثر بباص أبيض على فرع البنك الأهلي اليمني في عبد العزيز عبد الولي، ويعني في الساعة 8 صباحا، وأمرت مدير الفرع بأن يفتح الخزنة، وعندما أشعرهم بأن الخزنة لا تفتح إلا ب3 مفاتيح حاولوا الضغط عليه للحصول على المفتاح لفتح الخزنة، وعندما لم يتمكنوا من فتح الخزنة أطلقوا الرصاص عليه طلقة في الرأس وأيضا طلقة على الحارس في الرقبة. لم يتمكنوا من الحصول على أي شيء، انسحبوا، لم يتم إلقاء القبض عليهم. كل التحديات الآن في الحزام الأمني وفي الشرطة وفي المقاومة تبحث عن السيارة البيضاء، نعم. إن شاء الله بعد تفريق التسجيلات من الكاميرات سوف يكون لدينا تفاصيل أكثر. نعم دكتور، بخصوص صحة مدير البنك وأحد أفراد الحراسة، ما هي وضعهم الصحي حاليا؟ بخصوص صحة عبد الله النقيب، صحته في حالة خطرة جدا. بالنسبة للحارس، الطلقة في الرقبة و حالته مستقرة. نعم دكتور، مع هذا الهجوم الذي ربما لأول مرة على البنك ويحدث في عدن، ما هي الاحترازات الأمنية لعدم تكرار مثل هكذا عملية تطال البنوك في عدن؟ نحن كانت لدينا احترازات أمنية مشددة، ولكن نوعية المهاجمين اللابسين يعني لبس مكافحة الإرهاب، يعني مسلحين بأسلحة نوعية، كان عددهم كبير، وبالتالي لم يتمكن الحراسة من مقاومتهم. الحراسة كانوا لدينا 4 حراس، لدينا أيضا كاميرات ترصد كل شيء في الفرع وخارج الفرع، ولكن بكل أسف يعني كانت المفاجأة بالعدد الكبير بالنوعية وباللباس الذي كانوا يلبسوه هو ما فاجأ المجموعة. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في عدن الدكتور محمد حلبوب، شكرا جزيلا لك.